ضرباه والله ضرباه للأسف. والله لي قريب 4 أيام عندي مشكلة بتاعت مويه، فمرات بمشي بجيب المويه من البحر وبجي رايح، أو بيبقى ناس الكوارو ديل بيجوا ماشيين يكون منهم المويه، والمويه شنو سعرها غالي ذاته، استغلوا الحياة طبعا. هسه أنا كبيت مويه قبل شوية، البرميل بيكون لنا ب 8000. لي يومين والله، 3 يوم، 3 يوم مويه ما في. يوم نشتري من الكوارو بقت من 3 إلى 10، خير نطلع عربيتنا ونجي ننقل مويه، بس الساعة من الصباح شغال ننقل. نجرى وين حق جيران؟ خلاص زي حدا انا في بيت. ما فيش كده. اللي بنعاني من ازمه المويه، ازمه خان، ازمه كانت متقطعه، لكن بعد الاحداث اللي حصلت دي انقطعت تماما المويه، ونحن من 7 صباحا بنكون في الشوارع ما بنلقى جرد المويه لحد اذان الظهر. واسحب حاليا معاكم هسه في الشارع لحد الليلة لحد ما واعيني وما لقيت موية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.